بمناسبة مرور 29 عاماً على تأسيس تلفزيون تيليلومير و18 عاماً لنورسات، تلقت الدكتورة باسمة السمعان مدير مكتب فضائية نورسات الأردن والأراضي المقدسة برقيات تهنئة ومعايدة من عدة كنائس في الأردن، معربين عن أصدق مشاعر المحبة والتقدير لنورسات ولجميع العاملين فيها، متمنين لها دوام التقدم والازدهار والعطاء. يحتفل تلفزيون نورسات بمرور 29 سنة على تأسيسه في لبنان. خلال هذه الفترة الطويلة نسبيا حقق إنجازات كبيرة ليس فقط في العالم العربي ولكن أيضا على مستوى العالم كله، وخصوصا عندما تأسست الفضائية قبل 18 سنة وجعلت من نورسات فضائية تشع على العالم كله، من أمريكا لأستراليا لأفريقيا لآسيا الشرق الأوسط وكل العالم. وبهذه المناسبة أريد أن أشيد بكل ما تحققه نورسات على المستوى الروحي. كثير من الناس يصلون على إقاع نورسات يوميا، بيحضروا القداس، بيصلوا المسبحة، يسمعوا الإرشادات الروحية لوعاظ ومحاضرين فعلا ذوي خبرة. ثم هنالك بعد ثقافي لنورسات، ثقافي ديني وثقافي واجتماعي. هنالك أيضا بعد مسكوني، ففضائية نورسات لا تهتم بكنيسة واحدة دون باقي الكنائس، بل تهتم بكل كنائس الشرق الأوسط من شرقية وغربية، وهذا يعطي لنورسات بعدا فعلا عالميا. أشكر كل القائمين على نورسات للتضحيات الكبرى التي يقومون بها، وأشكر أيضا المتطوعين الذين لا عدد لهم الذين يزودون نورسات يوميا بالأخبار. نحن سعداء بأن نورسات تغطي أخبارنا في الأردن. نحن محظوظون بالأحرى لأنه لا يوجد حدث مهم في الأردن إلا ونورسات تغطيه وتجعل منه حدثا ويذاع على الشبكة ويصل إلى الملايين بسرعة البرق. أغتنم هذه المناسبة لأشكر ليس فقط نورسات لبنان ولكن أيضا نورسات الأردن وفلسطين للجهد الحميد والمساعي الجيدة التي يقومون بها. وكل عام ونورسات بألف خير وعقبال اليوبيل الذهبي. بمناسبة مرور 29 عام على تيليلومير و18 عام على نورسات، نتمنى لهم التوفيق والنجاح. تيليلومير تنشر حقيقة يسوع المسيح لكل العالم، تنشر كلمة الله، تنشر كلمة السلام والمحبة والحوار والوئام والتعاون بين جميع الكنائس وبين جميع الأديان. كل هذه الفترة التي مرت أثبتت تيليلومير أنها صوت الحقيقة، صوت جميع الكنائس وصوت الإنسان، وخصوصا الإنسان المحتاج، الإنسان المعذب، الإنسان الذي بحاجة إلى يسوع المسيح، الذي بحاجة إلى الله وبحاجة إلى القريب. في هذه المناسبة نشجع تيليلومير على المسيرة إلى الأمام، ونتمنى لهم التوفيق. إدارة تيليلومير في لبنان وفي كل العالم، مكاتب تيليلومير أثبتت أن لها حضور على المستوى الرسمي وأيضا على المستوى الخاص. وفي هذه المناسبة في الأردن بشكل خاص نبعث تحية إلى أعضاء تيليلومير في كل العالم، وأيضا نهنئ مكتب إدارة تيليلومير في الأردن. وفي الأردن هو مكتب بدأ بشكل جديد ولكن بنفس الوقت بدأ بقوة، وخصوصا بإدارة الدكتورة باسمة السمعان وأيضا أسرة نورسات وتيليلومير في الأردن والعاملين فيها. ما يميز تيليلومير في الأردن أن هناك استحدثوا أخبار الأردن يوم الجمعة، وفي هذه الأخبار القصيرة هناك أخبار جميع الكنائس في الأردن. ومطرنية الروم الكاثوليك بشكل خاص
تشكر إدارة تول الأمير لأن منذ تسلم الدكتورة باسمة السمعان فقد تم تغطية أخبار وصلوات ونشاطات مطرنية الروم الكاثوليك. وأيضا ما يميز تول الأمير في الأردن أنها أيضا طورت واستحدثت موقع نورسات الأردن، الموقع الإلكتروني، والذي أيضا ينقل بالصورة والخبر والرسالة والفيديو أخبار الأردن. في هذه المناسبة نتمنى لهم عيد سعيد ونتمنى لهم التقدم، وأيضا ندعو الجميع في كل أنحاء العالم وفي الأردن أن يتم دعم نورسات معنويا وماديا وبكل النواحي. وأيضا نتمنى لهم التوفيق ونتمنى السلام في العالم وفي الوطن العربي وفي الأردن، أن يعم السلام ويدوم السلام في ظل صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني. كل عام وأنتم بألف خير. كما تلقت برقية التهنئة من سيادة المتروبوليت فينيديكتوس رئيس دير القديس يوحنا المعمدان في موقع معمودية السيد المسيح المختص، أكد فيها أن عمل ورسالة مكتب نورسات في عمان هو تجسيد للحضور المسيحي في الأردن، معربا سيادته عن تقديره وامتنانه لجهود المكتب خلال الأعوام السابقة، طالبا من الرب الإله أن تكون أعوامه القادمة مملوءة بالعطاء والخير والبركة من أجل نشر كلمة البشارة.